وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. جاء ذلك بعد أن قص الله على رسوله من القصص ما طلبوه هم منه، وكان من الواجب أن يؤمنوا به بعد أن أتى لهم بما يطلبون، ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطي رسوله تسلية في أنهم إن لم يؤمنوا بذلك، فلأن أكثر الناس ولو حرصت أنت على هداهم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم يدخلون في حساب المنهج الإلهي ما لا يجب أن يدخل فيه، لأن حساب المنهج الإلهي إنما يأمر الإنسان بشيء وينهاه عن شيء، والأمر والنهي كلاهما صعب على النفس، لأنك حين تأمر بأمر قد يثقل على المأمور، وحين تنهاه أيضا يثقل عليه أن لا يترك ما ألفه. إذن فالمسألة فيها علاج نفسي. العلاج النفسي دي لا يقوي النفس عليه إلا أن تصنع المقارنة بين ما يطلبه المنهج وبين ما يعطيه المنهج. مسألة حسابية، شوف المنهج يأخذ منك ماذا ليعطيك ماذا. المنهج يأخذ منك تقييد حركتك في مدة من عمرك اللي هي ما بعد التكليف إلى أن يجيء الأجل، ومجيء الأجل هذا أمر غير معروف، قد يكون سنة قد يكون يوم قد يكون كذا وكذا. إذن فحسابك في الدنيا حساب مظنون، ومهما طال بك فستنتهي. زي ما قلنا لا تحسب الدنيا بعمر الدنيا على إطلاقها، ولكن احسب الدنيا كلها بعمرك أنت فيها، وإلا فما قيمة عمر الدنيا إذا كان لغيري وإذا كان لمن قبلي؟ يبقى إذن الدنيا عند المؤمن هي إيه؟ هي مقدار بقائك فيها، ومقدار البقاء فيها غير متيقن. وإن تيقن في أشياء وحيبلغ سن 70 ولا 80 ولا هذا برضو حي إيه؟ امتهى. إذن فهو عمر منتهن إلى محدود، ولكن الآخرة التي يمنينا بها الله غير محدودة. إذن فأول قياس أن تقيس محدودا بغير محدود، وأنك حين تقبل على منهج الله تقيس الإقبال على منهج الله بما يعطيك الله في الآخرة. أنت إذا أطلقت لنفسك العنان وحرية الحركة ولا أمر ولا نهي ولا أي حاجة، إيه اللي يحصل لك؟ تتمتع متعة، هذه المتعة لها وقت ولا موقت، وستتمتع على قدر إمكانياتك، ولكنك في الآخرة تتمتع على قدر إمكانيات خالقك. وأيضا مقارنة ثالثة، وهو أن الأمر الذي أنت بصدده الآن أمر يأتيك في أي لحظة، يعني ينهي الحياة في أي لحظة. ولذلك خبأ الله على الناس أعمارهم، تخبئة الأعمار على الناس وعدم معرفة وقت المفارقة إلى الدنيا، يظنه كثير من الناس أنه إبهام لحقيقة، حقيقة كان يجب تبان. قال لك لا، والإبهام قد يكون من أقوى إمارات البيان. ليه؟ لأنه لو حدد لكل إنسان الوقت يبقى نعرف الوقت قد كده، لكن لما ما يحددوش يقولوا ده يجي لك في أي وقت، يبقى أشاعه في كل الزمن ولا ما أشاعهش في كل، وحين يشيعه في كل الزمن يبقى كل واحد مترقب. ولذلك تأتي ميتات الفجاءات، ميتات الفجاءات أمر له حكمة. تقول يا سلام، وده إيه اللي وقع عليه الحجر ده ولا الأوتوموبيل هفه كده ولا مش عارف إيه عمله كده؟ ده لا حكمة، علشان تعرف أن الموت بدون أسباب هو السبب. مات لأنه يموت، مش مات عشان عيه ولا عشان أبدا. تبقى المسألة إيه؟ متأقلة. إذن فالمقارنة هي التي يجب أن تقول. وهب أنك معزول عن أمر الآخرة، خدها على أنك بس الدنيا للكافر، حتى نقول له أيها الكافر انظر ما يطلب منك أمرا وما يطلب منك نهيا، ولا تجعله لذاتك فقط،
بل اجعله للمقابل لك من الملايين غيرك، فإن منعتك عن شر تفعله بغيرك فقد منعت الغير أن يفعل بك الشر. تبقى حتى بالمقاييس كده، بالمقاييس المادية اللي ملهاش علاقة بالدين، يبقى مقاييس كويسة ولا لا؟ وما أكثر الناس ولو حرصت، احنا قلنا الحرص تعلق النفس وتعبئة مجهود عشان الاحتفاظ بشيء، بس بشيء ايه؟ ترى انه ايه؟ يجلب نفعا او يذهب بايه؟ بضر. قبل ما تقول يجلب نفعا او يذهب بضر، لازم تاخد قضية، وهي القضية ان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. احنا قلنا زمان ان هب انك واحد كده وواحد محب لك هيزقول لك تفاحة، وواحد كره لك طلع بقى كده وجاب حجر وبده يضربك بيه، والاثنين اطلقوا قذائفهم، انت تعمل ايه؟ تلتقط التفاحة ولا ترد الحجر؟ لازم ترد الحجر. يبقى درء المفسدة مقدم على مين؟ على جلب الايه؟ على جلب. اذا ففي كل امر تحرص عليه احرص، قد يكون نافعا لك الآن إنما هيضرك فيما بعد. فساعة ما يضرك فيما بعد لا بلاش الحتة النفع دي. لا ليه؟ لأن درء المفسدة مقدم على إيه؟ إحنا قلنا الولد اللي الحريص على إنه ينام ويكسل ولا يروحش المدرسة ومش عارف إيه، طب ما هو برضه بينفع نفسه هينام على كيفه ويطلع يلعب على كيفه، مش كده ولا لا؟ إنما دي هتديله نفع الآن إيه دلوقتي، وبعدين بعد 5-6 سنين كده يبقى راجل صعلوك في الحياة ورجل تافه ورجل، واللي التزم واللي عمل وتعب نفسه وقام ومش عارف ايه ورض على نفسه وراح المدرسة وقعد يسمع وبتاع، بعد 5-6 سنين هيبقى انسان مرموق. يبقى اذا في الحرص على الشيء يجب ان تلحظ النفع والايه والضرر، ولاحظ جيدا انك تدفع الضرر قبل ان. كثير من وسائل الحضارات او ابتكارات المدنيات او تقدمات العلمية ادتنا حاجات نفعتنا صحيح، انما بعدين تبين ايه؟ انها ضرر. يبقى كان اصول المقنن قبل ما يجيب لحاجه تموت للبعوض ويجيب لدي دي تي يشوفها هتموت ايه من الخير معاه، هتعمل ايه؟ يبقى لازم كان يجب انه يعمل ايه. ولذلك يقولك لا تقف ما ليس لك به علم. قبل ما تدرس حاجه لازم تدرسها تشوف نفعها ايه وضرها ايه، فلما تكون الضرر بتاعها هيجي نقول لا بلاش النفع، لان درء المفسده مقدم على جلب الايه المصلحة. أنا عايز أنور البيت نور، ده ما فيش مال، يبقى ده نفع صحيح، وحنعمل الآلات وننور ونعمل كل حاجة. إنما عندي عيال صغيرين، يمكن عيل يجي يلعب في البتاعة كده تقول له يا أخي بقى عل الفيش كده وخليها مش عارف إيه، أدي الحرص بقى، عايز تحرص على النفع لازم تشوف النفع الضرر يجي منين. ولذلك دلوقتي تنبهوا كثير من الناس يعملوا آلات تفصل ذاتيا، يقول لك تبدل ما يعمل مس ويحرق الدنيا تفصل إيه؟ أهو ده كلام بيتنبه إلى الإيه؟ إلى الضرر. يجي مثلا انابيب البوتاجاز يمكن مثلا تغلط وتفتح مثلا على حاجه وتسقع عن البراد الشاي يفور يروح طفي الايه الشعل، انما الجاز فاضل طالع ولا مش فاضل طالع، مش كده ولا لا؟ يعني لازم تحتاط الى مثل هذه المسائل. فقبل ان تفهم النفع لازم تشوف ايه الضرر. حرص الناس ولو حرصت انت على ايمانهم لاحرص الناس على حياه، يبقى ما بيقارنش، يبقى لازم تقارن بين حياة وبين ايه وبين حياة. وما اكثر الناس ولو حرصت بايه بمؤمنين، كلمة اكثر يبقى يفيد ان المؤمنين قلة، يقول لك لا الاكثر قد يقابله القليل الاقل وقد يقابله كثير ايضا، يعني ده كتير وده ايه وده برضو ايه كتير. ولذلك الناس لم ترى ان الله ايه يسجد له من في السماوات ومن الارض والجبال والشجر والايه والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يبقى الكثير مقابله ايه مش قليل، يبقى برضو ايه مقابله قليل. يبقى لازم كل رسول يوطن نفسه على ان ناس هتيجي عندهم المقارنات البدلية في الاختيارات النفعية هتبقى غلط، فيوطن نفسك على ان فيه ناس بالشكل ده. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تعرفش هم ليه مش عايزين يؤمنوا، انت بتسألهم اجر على الحكاية دي يعني. طب انت متطوع ولا بتاخد عليهم اجر ولا حاجه، ده ان كان الاجر كان المفروض انهم هم اللي يدوكوا الايه الاجر. ولذلك اقول لما يجي القران يجيب على السنه الرسل ما يسالهم من اجر من اجر من اجر، كان العقل يقول لك ان الذي يقدمه الرسول ك
كان يجب الناس لو بتفهم كانت تاخد تدي له اجر اللي فهمهم هذه. ده انا باجي الدرس خصوصي عشان يديني كلمتين للولد عشان ينجح في الابوه. يبقى اذا اللي بيقدم لي حاجه نافعه بديله ايه؟ طب واللي بيدي لي نفع في حاجات طويله او كان المفروض انه ياخد اجر ولا لا؟ برضه ما بياخدش ايه؟ ما بياخدش اجر. وما تسالهم عليه اجر. ولذلك قال ما انت ما سالتهمش فهم من مغرم مثقلون، مش قادرين يدوك يا سيدي ما خدناش حاجه. وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين، الذكر بيطلق اطلاقات متعدده. احنا قلنا ماده الذال والكاف والراء دي ماخوذه من الذاكره. واحنا قلنا زمان ان الات الاستقبال الانسانيه الحواس، وبعد ذلك تتنقل الحواس دي تدي للايه؟ العمليه العقليه. العمليه العقليه دي تاخد اللي في بؤره الشعور ويمر وتتحفظ، وبعدين لما تيجي تستدعيه الاحداث يقوم يجي تاني. اهو التذكر معناه ايه؟ ارجاع ما كان في حاشية الشعور الى بؤرة الشعور. ادي معنى الايه. ولذلك انت مثلا تقول والله انا افتكرت يعني ايه؟ اكن المعلومة كانت في نفسك انما مش في بؤرة الشعور. فلما جاءت عمليات استدعاء انتقلت كده الى ايه؟ واحنا قلنا عمليات الاستدعاء وعمليات الطرد زي الحجر اللي بترميه في البحر. لما ترمي حجر في البحر بيعمل ايه؟ دايرة. ساعة ما ينزل كده يروح عامل دايرة صغيرة، أهي دي بؤرة الإيه؟ وبعدين الدايرة دي تعمل إيه؟ أهي دي الدايرة دي بتروح بتبعد تحشية الشعور لحد ما تروح هناك تتحفظ بقى في الحافظة. الذاكرة تعمل إيه؟ تروح مستدعية جايبة اللي كان في بؤرة الشعور مطلعاه في الإيه؟ ولذلك يقول لك ذكرهم بأيام الله، الحاجات اللي مرت عليهم ديا ولا مش هاتها لهم في بؤرة الشعور، حطها قدامهم علشان إيه؟ وبعدين سمى القرآن الذكر لأنه معناه إيه؟ إنه دائما يذكرني بمين؟ يذكرني بمن جاء بي وإلى من أذهب. خلاص أهو ده أهم قضية كان يجب أن يشغل بها الإنسان، ويجب أن تكون في بؤرة إيه؟ في بؤرة الإيه؟ الشعور. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الحق سبحانه وتعالى جعل في الكون آيات. احنا قلنا زمان آيات مع جمع آية، والآية هو الشيء العجيب. يقول لك ده فلان آية في الذكاء، يعني ايه آية في الذكاء؟ شيء عجيب. ده آية في الكرم، ده آية في الشجاعة، يعني شيء ايه؟ شيء عجيب. شيء عجيب ما يتنسيش. يبقى معنى آية شيء عجيب لا ينسى. طيب الشيء العجيب اللي لا ينسى ده نثره الله في كونه. لكل منصور في الكون حكمة. منصور يأخذك إلى يدي إلى يأخذ بيدك إلى من خلق هذه العجائب. أول حاجة دي تشوفك تقول الله إيش الصنعة إيدي دي ايه؟ يوم ياخذك وتقعد تفكر ازاي اتعملت دي. يبقى دي ايات لاثبات الخالق الاعلى. ودي منصوره للناس جميعا ولا مش منصوره؟ ده احنا قلنا زمان ان اللي عمل المصباح الكهربائي قعد كذا سنه ويدرس في المعادلات ويطلع لحد المصباح اللي عمله في مدينه سيدني وانار ده اللي هو ادسون، وبعدين عمل المصباح الكهربائي اللي ترتبت عليه ده. قلنا المصباح الكهربائي اللي بينور قد كده مسافه وبعمره قد كده ويمكسر ويعمل مش عارف ايه. بقى دي عرفنا ادسون وعلنا له تكريمات وعملنا له مش عارف ايه، قلنا ادسون قدم للانسانيه ومش عارف ايه. بقى اللي عمل الشمس ده ما نفتكرش مين اللي عمله. لا قطع غيار ولا تتناولها ايدي عشان تطفيها ولا تنكسر وبتنور نصف الكوره كله. بقى ما نفكرش نقول مين اللي عملتي ده. احنا اتفه اشياء بنقعد ندهبس على مين اللي اخترعها، مين اللي اكتشفها، من اول واحد مش عارف ايه، مين ونعمل له هيصه ونعمل له هيصه. الله، تبقى دي ما نعرفهاش. كان بيبقى دي ايات. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح ناطر الايات. ومن اياته الليل والنهار
والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولكن اسجدوا لله الذي خلقهم. انت واقفين عند دي، طب ما تشوفوا من اللي عملها بقى. الله، طب من اللي عملها؟ هي قالت لكم انا جيت نلاف من نفسي كده اشتغلني ابدا. طب جه حد قال انا اللي عاملها وتعرض كده وقال اللي خلق عامل الشمس وعامل الارض، نقول له والله هي احنا نضو، احنا بنبحث بعقلنا لا عن صانع، وانت جيت قلت انا الصانع. يا الكلام ده صح يا مش صح. ان كان صح يبقى اهلا وسهلا نؤمن بيه وخلاص، وما كانش صح طب اللي عملها فينا حتي نايم على ودنه ما ادريش ان واحد خد المخترع بتاعه وسرقه منه وقال لا انا اللي عملته هو اللي اعمل كده وقاعد مش عارف. يبقى ما دام ما ادعهاش حد وهو قال انا اللي خلقت، يبقى ما هو الموقف؟ يبقى الموقف له الى ان يظهر مدعي، ولم يظهر الى الان مدعي حتى من الملاحدة اقول لا ده اللي عملت. تبقى فضلت لربنا ولا لا؟ فضلت لربنا. انت لما يبقى اي واحد يقول لا ده مش ده اللي عملت نبقى نتكلم، انما ما دام ما حدش بدا. احنا ضربنا المثل وقلنا انكم قاعدين في حجره وبعد ذلك قاموا الناس، وبعدين صاحب البيت لقى حافظه نقود موجوده كده فقال له يا ابني ده كم هنا فلان وفلان 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 وفلان، ابعت ايه شوف اساله. فبعتنا نسال ده يقول لا وده لا وده لا، هو بيبقى التفتنا لقينا وقعد طب على الباب بيت ويسال انا كنت هنا والمحفظه بتاعتي وقعت. وسالنا كل الناس ما قالوش بتاعت مين؟ تبقى بتاعت اللي ادعاها. الى ان يظهر مدعي يبقى الخلاف بينهم وبين بعض. الى الان حينما اعلن الله بواسطه رسله ان انا اللي خالقكم وخالق السماء وخالق الارض، لم ما حدش قال انا اللي خلقت، وهي لابد ان تكون مخلوقه لشيء لان الاتفه منها طلع مخلوق لبشر، فلازم نشوف دي المخلوقه لمين. فبيقول ومن اياته اي من الاشياء العجيبه اللي يجب ان تتنبهوا اليها الى الحاجات اللي قدامكم دي، ومانيش عاملها الذروه انا عاملها للايه؟ في الشمس اهي وفي ايه؟ قمر وفيه نجوم وفيه كذا وفيه كذا. ومن اياته منامكم، ومن الايه اللي هناك اللي جمع الايات كده بسلسله في سوره الايه؟ الروم. فسبحان الذي ايه؟ فسبحان الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين ايه تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الايه الميت من الحي ويحيي الارض بعد، وكذلك تخرجون. ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ايه ازواج وجعل بينكم موده ورحمه، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطبعا. الله، ومن آياته ومن آياته ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. كل دي اسمها آيات منبهة إلى الإنسان الموجود في كون متمتع فيه بنواميس عليا فيها سر بقاء حياته، كان يجب أن يتنبه إلى من أوجدها ولمن أوجدها تلك آيات. وبعد ذلك افرض أنه تنبه بقى إلى الواجب الأعلى، الآيات نبهته إلى أن فيه واجب أعلى، خالق القوة دي ما نعرفش، إحنا اللي خالق ده إيه اسمه إيه ما نعرفش، عايز منا ايه ما نعرفش. يبقى اذا معرفة واجب الوجود الاعلى انه لازم يكون حد موجود وعمل الحاجات دي تتطلب تطلبا عقليا ان يوجد من يبلغنا عن مطلوبه. فلما يجي رسول بقى يقول انتم اللي بتبحثوا عنه ده اسم الله وهو اللي بعتني وعايز منكم كذا وكذا، واللي يعمل كذا نعمل له كذا، كان يجب نصدقه ولا ما نصدقوش؟ لانه دلنا على من بحث العقل عنه، وما دام دلني على من بحث العقل عنه في حاجات ما تدركش بالعقل. ولذلك اللي قلنا ان اول دليل يرد على من ادعى الوهيه لغير الله زي اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم وعبدوا الاشجار وعبدوا الاحجار، نقول له طيب ما هي العباده يا حبيبي؟ قال عبادته ايه؟ هو أن يتلقى العابد أوامر ونواهي من المعبود فينفذه، هذا معنى العبادة. طيب الذي يعبد الشمس ما أوامر الشمس؟ قالت لنا اعملوا إيه؟ طب نهتنا عن إيه؟ اللي يؤمن بها هتعمل له إيه؟
اللي ما يؤمنش بقى هتعمل له ايه؟ ما فيش حاجة من دي، يبقى إله بغير منهج، يبقى باطل ولا مش باطل؟ يبقى كله ايه؟ كله باطل. وكأي، ساعة ما تسمع وكأي معناها كم، يعني وكم دي تسمعها في الكثير، أنا كم فعلت كذا وكم فعلت كذا وكم فعلت كذا، كم سؤال عن الكمية. كم نصحتك؟ تقول للولد كم ايه نصحتك؟ تقولها له امتى؟ وأنت تنصحه أول مرة ولا نصحته مرة ولا اتنين ولا ساعة؟ ما تقولهاش إلا بعد ما يفيض بك، تقول له إيه كم نصحتك، يعني نصحتك إيه كثيرا. يبقى كم يراد بها تضخيم العدد. طيب على الأول، وتضخيم العدد لا منك يا متكلم، ولكن من المطلوب. لكنني أنا مأمنك، أقول لك أنا كم نصحتك مرة، أنا أقدر أقول لك أن نصحتك 20 مرة، لكن الكلام ده يبقى منني. إنما لما أسألك أنت أقول لك كم نصحتك، كأنك إن استحضرت بقى النصائح هتلاقيها كتير، كأن يبقى الكلام منك أنت مش منني. يبقى كم نصحتك كلام سؤال عن الكمية، والسؤال عن الكمية إما أن يلقى من المتكلم وإما أن يطلب من المخاطب. طلبوك من المخاطب دليل على أنه هو حيقر على نفسه. تقول له مثلا أنت رحت عملت كذا، يقول لك يا شيخ كم أعطيتك مالا وبددته، يقعد يستدرك يقول كذا وكذا وكذا وكذا، أنا ما قلتش إنما أنت. يبقى دي الشهادة على مين؟ الإقرار سيد الآية سيد الأدلة. فكأن ربنا بيقول كم ولا كأي. ولذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعف في سبيله وما ضعف وما استكان والله يحب كأي، يعني كتير قوي. يبقى المسألة مسألة ايه؟ بلغت من الكثرة مبلغا، يجب ان اننا نعذر امام الناس، ما قصرناش وياهم. وكأي من آية في السماوات والأرض، نبقى الآيات الاولى هتدلني على وجود الواجب الاعلى، وفي آيات تيجي تانية عشان تؤيد صدق الرسول المبلغ عن هذه القوة، تبقى دي اسمها الايه؟ المعجزات. وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. يبقى الايه تجد معنى الايه؟ يبقى الايه الاولى الايات الكونيه المبسوسه في الكون اللي تدلني على ان لها صانع. الايات الثانيه الايات اللي تثبت ان الرسول الذي يقول بوجود هذه القوه ويبلغ عنها المنهج انه صادق، لانه بيجيبها مخالفه للايه؟ للنواميس الموجوده ويخرقها، يبقى دي معجزه. وفي ايات ثانيه بقى ثالثه وهي التي تحمل المنهج. شوف الرباط بقى، الرباط بين المؤمن به الأعلى وهو الله في الآيات الكونية، الرباط بين الواسطة بيننا وبين المؤمن به الأعلى اللي هو صدق الرسول، الآيات التي جاء بها الرسول اللي هي بنسميها آيات القرآن وآيات الأحكام وآيات، تبقى مرتبطة وكلها آيات ولا لا؟ وكل واحد منها عجيب. أما الآيات الأولى فعجيبة لأنها شيء لو قست بمقاييس العقل وجدها حاجة منها. واما الايات الثانيه فانها خلقت نواميس الكون، ايه اضرب البحر ينفلق ويبقى مش عارف ايه كل دي ايات مهمه. ايه ايات الاحكام بقى ازاي عامله؟ ايه ايات عجيبه ليه؟ لانك لا تجد حكما من احكام الدين الا ويتمشى منطقيا مع حاجات النفس البشريه، والبشر بعقولهم وان كفروا سيضطرون الى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها. مش مؤمنين، ما بيروحوش لها لانهم مؤمنين، بل ولكن لايه؟ لان ما فيش حل. اللي هي احنا ضربنا المثل زمان بالطلاق اللي كانوا عاملين يبعيبوا به الاسلام، والواحد يتجوز واحده وبعدين مش عارف يعمل ايه، وايه الانسانيه دي، الانسانيه الكذابه دي. وبعد ذلك عضتهم الاحداث، فلما عضتهم الاحداث لم يجدوا مناصا لعلاج احوال الاسر الا ان يبيحوا الطلاق. يبقى إذن العقل البشري نفسه ابتدى إلى إيه؟ إلى حكم كان بيناقضه، إنما أحداث الحياة جعلته يعمل إيه؟ الربا اللي عمالين يعملوا فيه مش عارف إيه، هم نفسهم دلوقتي اللي بيعملوا نظام عشان يتحللوا فيه من الإيه؟ من الربا. الله. طيب نقول إذن العقل البشري لا نمنع أن يذهب إلى قانون مصلح، ولكن بعد متى؟ بعد مدة من الزمن يشقى فيه المجتمع بتطبيق هذا القانون. الدين الإسلامي مش كده، من الأول بيحمي. يبقى اسمه الدين الإسلامي دين إيه؟ بيعمل مناعة من الأول ما يحصلش.
انما تجيب لي الداء وبعدين تعالجه ولا ما تعالجوش، تعتدي الى علاج ولا ما تجوش، يبقى المساله مش ايه. يبقى اذا الايات العجيبه كلها باننا لو اخذنا احكام الدين وجدنا كل حكم من الاحكام بيعالج قضيه من قضايا الحياه علاجا قد يتطلبه الكافرون فيصلون اليه، ولكن بعد شقائهم بالتجربه. يبقى ايات كلها، يبقى ايات الوجود الاعلى، ايات البلاغ عن الله بالمعجزات، ايات الاحكام. وكأي اي كثير من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الايات دي علشان نخطف الاخره، نؤمن بإله أعلى وبالبلاغ عن الإله الأعلى وبالأحكام اللي جابها الآيات القرآن مثلا، دي علشان إيه؟ ناخد إيه؟ طب خلينا في الدنيا، بلاش الآخرة يا شيخ، سيب الآخرة دي لوحدها. حتى الكافر في آيات في الكون لو مر عليها بدون إعراض الله لا يظن عليه بأن يفيد منها. كل الاختراعات الحديثة جاءت من إيه؟ من أن آية في الكون واحد وقف عندها ويستطلع ويقول الله ودي حصلت ليه ودي عملت ليه، طب ما نعمل كذا. الله يقوم ياخد ظاهرة في الكون ويبتكر بواسطة الظاهرة دي ايه حاجة ينتفع بقى، بلاش الاخرة، احنا ما قلناش الاخرة دلوقتي. يبقى كأي من آية، سواء كنت عايزها آية ايمان تنفعك في الاخرة او آية ابتكار وسط بطن تنفعك في ايه، تنفعك في الدنيا. احنا قلنا زمان حصل البخار اللي فترة من الزمن أخذ عنوان عصر البخار. عصر البخار كان زمان الواحد لما يحمل الحمل يحمله مثلا أرداب، وبعدين ربنا هدى ناس انهم يبتكروا العجلة يقوم يحط عليها 10 رديب ويزقها. وده ابتكار ولا مش ابتكار؟ طيب وبعدين كانوا بدهم حاجة أكتر شوية، يوم يجي واحد قاعد بيعمل حل في الحلة بتاعته شاف البخار بينطر ايه الغطا، نطرة البخار للغطا ويقب شوية كده، اهي دي حاجة في الكون بس هي تفاهم كتير بنشوفها، ولا مين اللي ما بيشوفهاش دي؟ انما واحد قاعد كده ويمر عليها وهو معرض، مدام ويمرون عليها وهم عنها معرضون، فكأن المطلوب ايه؟ أن تمر عليها وأنت معرض. طب ما تعمل إيه؟ تتأمل وتقف عندها. أهو ده وقف عندها وده كافر وقف عندها. الله، طب شو من الغطا بيطلع لفوق كده؟ قاعد يبحث، شال الغطا لقى قوة من البخار طلعة. قال الله إذا البخار ده قوة عمالة بتدفع حاجات كتير كده. قال طب ما أنا أبتكر البخار ده. الله، طب وده عمل ليه كده؟ قال لك إيه؟ ولأن أصل لما قعدنا نغلي المية كانت سائل وبقت غازية، وبعدين غازية خدت حجم أكبر، الحجم ضيق اتنفشت، ولما اتنفشت بقى الحجم بتاع الحلة ضيق فلازم تطلع بره. قال لك طب انت فد في دفع العجلات ونجيب مخازن ونعمل فيها مية ونغليها وتخلي المسألة دي تدفع. يا عصر البخار. فكإذا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، إن أردتها علشان تاخد بها الآخرة وتؤمن بإله أهلا وسهلا، وبعدين تؤمن برسول أهلا وسهلا، تؤمن بالأحكام أهلا وسهلا. حتى ما أمنتش بكده برضو بص كده، الكهرباء كل الأسرار اللي اكتشفت مش ظواهر في الكون وقفت عندها عقول واستنبطت منها أشياء؟ لما استنبطوا منها الأشياء استفدنا ولا ما استفدنا شيء؟ استفدنا. وكأن أي كثير من آية أي أمر عجيب في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن فالمطلوب من الإنسان أن لا يعرض عن أي ظاهرة في الكون، بل يقبل عليها إقبال الدارس، إما لتنتهي فيها إلى قضية إيمانية تثري حياتك وتديك حياة لا نهاية لها وهي حياة الآخرة، أو تعمل إيه؟ أو تسعد حياتك بأنك تبتكر إيه؟ تبتكر فيها أشياء. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شوف المصاف يا أخوي، المصفى الأولى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حتى المؤمنين دول برضو الإيمان بتاعهم برضو بيبقى فيه إيه؟ تشوب وحاجات كده.
وما وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه مشركون. الله تيجي تقول هم مؤمنين ومؤمنين بالإله ومؤمنين بكذا ومؤمنين بكذا، إنما برضه الشرك الخفي يدين بالإيه. يجي واحد يقول لك مثلا عايزين المسألة فلانية، تقول لك اعتمد على الله وإن شاء الله ربنا يقضيها لك، يقول له برضه وأنت برضه تقول له اعتمد على الله، يقول برضه وأنت والله ما نسمعها ويقول الحمد لله وتوفيت يكفاها، واللي يقول له وأنت والله ما تنقض إن شاء الله تنقض إن شاء الله أبدا. أهو ده اسمه إيه؟ شرك إيه؟ شرك خفي. يجي مثلا واحد يعمل مثلا اليوم بعدين يخضع ويذل لانه فاهم انه هو بهذه يصل الى مثلا الى، نقول له يا شيخ الله القاضي واطلب الاشياء بعزه الانفس فان الامور تجري بمقادير، وربما منعك هذا فكرهته وكان المنع لك خير من الايه مثلا. يبقى لما يكون له ايمان بقدريات يبقى يفسر كل ظاهره في الكون بما ايه بما يريحه، مش يقعد مثلا تعبان يقول لك لا ده هو ما عملش من هذا، ده ربنا له حكمة في دي. وبعد ذلك ينصر الله حكما في أشياء تمناها أصحابها فقضيت ثم تبين منها شر، وأشياء تمناها أصحابها فلم تقضى ثم تبين فيها خير. ما يخليش المسألة كده، لازم يجيب لي من الكون ما يؤكد الإيه ما يؤكد الإيه القضايا. يقوم الإنسان لما يعرف أن الله هو الفاعل وأن السبب شيء والمسبب شيء آخر. الأسباب احنا قلنا زمان أنك لو نصرت وأنت تحج إلى أنك أنت بتسعى بين الصفا والمروة، احنا بنجدد ذكرى عملية سببية عملتها هاجر أم إسماعيل عشان تطلب الماء لولدها، عايزة تطلع من هنا عالي عشان تشوف مية ولا تشوف طير ولا تشوف قدرة ولا تشوف رك عشان ابنها، ما لقتش راحت على الناحية التانية جهدها سبع تشواط في مسافة قد كده، يا دوب قدرة المرأة يا دوب لحد كده. يبقى استنفذت أسبابها ولا ما استنفذتش؟ ولكن هل الأسباب جاءت لها بشيء؟ وبعدين راحت لقت الوضع الرضيع اللي هي بتشقي نفسها بالأسباب عشان تجيب له ما لقاته بيعمل برجله كده، وراحت طلع له ما تحت رجله. الله دي معناها إيه؟ معناها إنك أنت مش ما تعملش الأسباب، يعمل الأسباب إلى أن تجهدك الأسباب. ساعة ما توهدك الأسباب يفهم ما تيأس، لا ييأس من روح الله زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إلا القوم الكافرون، ما تيأس يقول ماني لي يا رب بقى، يعني خلصت أسبابي يبقى لي إيه لي يا رب. أهي عملت وعملت وراحت وجات ومش عارف إيه، طب فيها إيه؟ أم قال لك بلك لو ما كانتش حصلت الحكاية دي، بلك لو أنها وجدت الماء عند الصفا بواسطة الصفا أو وجدت الماء بواسطة المروة كانت القضية الأولانية ما تنفعش. قالت له أنزلتنا هنا برأيك أم برأي ربنا اللي قال لك؟ أم قال لك إذا لا يضيعنا، لو أنها بالأسباب ما كانت تتحقق، إنما من غير الأسباب راحت لقت العيل وهو بيلعب برجله كده الماء جات له من تحت، إذا لا يضيعنا صح ولا مش صح؟ إذا لا يضيعنا. يبقى إذا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه وهم مش. ولذلك القرآن لما يعرض القضية يعرضها إيمان وبعدين تلتفت تلاقي جاب لنا فيها إيه. اسمع قول الحق بقى شوف، ما هو ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه، يبقى عايزين إيه؟ إيمان، وعايزين لحظة الشرك جاية منين. طب ما دام في إيمان لحظة الشرك جاية منين؟ فربنا عرضها في القرآن قال إيه، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقولون الله، إيمان ولا مش إيمان؟ ده إيمان تمام. فأنا يفكون الله يبسط الرزق لمن، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون إيمان ولا مش، يقول الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. كنت عايز الحياة على حقيقتها يمين هي هناك، لأن حياة هنا موقوتة وحياة يفوتك فيها النعيم أو تفوت النعيم ما هيش حياة، إنما الدار الآخرة هي الحيوان لو كنوا يعلمون. خلاص ربنا جاب بقى حتة الشرك بقى الخفي، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. حتة الشرك جت فين بقى؟ سألتهم مين اللي عمل، مين اللي عمل، مين اللي عمل ده؟ إيمان ولا لا؟ طب نجربهم بقى في حكاية، خلوهم كانوا في الفلك وبعدين قعدوا وهو مش عارف ايه وبتاع، وبعدين لما نجم يشركون يشتكوا ليه؟ يعملوا يقول لك يا عم اصل احنا كنا محتاطين، اصل احنا كنا عاملين للسفينه قوارب نجاه وعاملين لها مش عارف تعمل ايه وعاملين لها ايه. بقى سبتوا ان ربنا هو اللي عملها الحكايه دي بقى وجعلتوا لها اسباب وجعلوا لله اندادا لله، وتروح تقضي الواحد حاجه انت تروح تقضيها له، وبعدين تلتفت تلاقي غاب عنك، ما جاش يقول لك كتر خيرك ولا مش عارف ايه، لا اصلها هي كانت مقضيه، اصلها ده كان مش عارف ايه، اصلا انا كنت مكلم فلان وعايز يبعدها عنك، هو عايز يبعدها ايه؟ عايز يبعدها عنك ليه؟ ام قال لك لان النفس البشريه كده، نفس البشريه اللي كلا ان الانسان لا يطغى ام راه ايه استغنى، فلما يجي لك يطلب منك حاجه وبعد ذلك تقضيها له، طلب منك الحاجة موقف خضوع وذلة يخدش يعني، قضتها له وبقى كويس قوي كويس قوي، عايز نفسه يتفرعن شوية بقى، مين اللي يدك فرعنته؟ حضرتك، لأنه ساعة ما يشوفك كده يعلم أنك لك جميل وياه وأنت اللي عملت كذا وأنت اللي عملت كذا، يوم ما يحبش يشوفك وإن جت سيرتك يغطرش كده ولا يمشي، ويمكن يريد بك شر. ليه؟ لأنك أنت اللي تدك مروره، ولذلك البأسر يقول لك اتق شر من أحسنت إليه، شعره بأنك أنت أوعت منا عليه بالإحسان أحسن، تنمي فيه غريزة الكره لك وعايزك تنزل من وشه، ولذلك الناصح يعمل لمين؟ يعمل وياخد جزاءه من الأول من ساعة ما عمل، يعملها لله وخد جزاءه، ويهمل إيه؟ ويهمل البشر دول. ليه؟ لانك انت ما اهملتوش هتبقى شر عليك انت، شر عليك. ده واحد تروح مثلا يجي يقضي لك حاجه وبعدين تدخل له وياه الديوان عشان تقضيه، تلتفت تلاقيه مثلا ناس احترموك وقابلوك كويس وقعدوك ومش عارف ايه، يوم هو انت رايح تقضي له الحاجه يقول يا اخي اشمعنى يعني عاملين له الحكايه دي؟ اشمعنى يعني احنا بنيجي مش عارف ايه؟ الله ده هو جاي لمصلحتك. يبقى اذا اهو دي برضه ربنا بيطرح لنا ديت عشان يقول ان قبلت بهذا من البشر فاعلم اني انا وعامله بها من البشر. اقبلها كده وانصحك بها، بخلي عملك لي على طول، ما تعملش للناس وخل. ولذلك يقول لك المعروف منكور من، يقول لك يا ده المعروف المنكور ده هو اجدى انواع المعروف عليك، لان ربنا اللي هيديك بايده. ولذلك يقول لك ايه؟ انك انت تنسي من احسنت اليه، انساه خالص. ليه تنسى من احسنت اليه؟ ليه؟ علشان تفضل عاملها لليه؟ عاملها لله. فربنا بيعرضها. ولذلك سيدنا موسى بيقول له يا رب انا اسالك ان لا يقال في ما ليس في، يعني الناس تقعد تتهمني ويشتموني بدون مبرر. قال له يا موسى لم اصنعها لنفسي، انا ما عملتهاش لروح اعملها لك انت. يعرضها ربنا عرض ثاني بقى عشان يبين. واذا مس الانسان ضر دعا ربه، الله، اذا مس الانسان ضر دعا ربه، ما قالش دعا الله، لانه دعا الربوبيه اللي هو متكلفه بمصالحه، ما الالوهيه امرت بالامر والنهي، الربوبيه متكفله بمصالحه، يوم يدعي مين؟ يدعي رب، دعا ربه، مش انت يا رب اللي خليني وانت اللي مربيني وانت اللي بتعمل، ما انت اللي بتجري عليا وانت اللي عامل مصالح. طب وليه بقى يعني؟ قام قال لك لان الانسان في تيجي فيه لحظه حين تمسه الاحداث لا يكذب نفسه. ليه؟ لانها مساله تتعلق بالايه؟ بحياته. وما دام ولذلك احنا قلنا الحلاق قصه زمان قلناها، الحلاق اللي طلع في بلده دكتور، اول دكتور اتخرج في القريه، والحلاق هو اللي كان مسيطر على الامراض بقى وعلى البيوت وعلى اي واحد هاته مش عارف مين، اي واحد، وادم ده يتخرج من كليه الطب
ابتدى بقى يخلل المسائل ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. فقعد الحلاق ايه هو بيعرف حاجه ده عيل لسه ده كلام بس مش عارف ايه ويقعد بقى يشرب. وبعدين ضبط صاحبنا الحلاق من الفجرية وهو ماشي شايل ابنه على كتفه وماشي على الجسر وقالش على المدينة. فمسكوا قالوا انتوا رايح فين؟ قعدت لبخ عرفوا ان الواد عيان وسخن وبتاع له ده رايح موديه للدكتور. لما حصلته ما خدعش نفسه انما غندجاره ينخدع. واذا مسى الانسان ضر بقى يقول لك انا عاكب على نفسي بقى لا خلاص. افرض ان في عدو وموجود وبعد ذلك طلع على الواحد مثلا سبع ولا ديب ولا وعدو عنده آلة ولا بتاع برضه يستكبر على العدو ولا يطلبش منه لا ده ساعة مثلا ضرر نفسه ده يندهله ويقول له تعالى شوف ايه الحكاية دي من فضلك مش عارف ولا اديني البندقية ولا اديني كذا ولا ما يكذبش الانسان نفسه ابدا. واذا مس الانسان ايه ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. جعل لله أنداد يعني إيه؟ قال لك لا ده أصل الربان بقى إيه فاطل للحكاية دي وأصل أنا قلت له اعمل مثلا كذا وبده يخلعها من ربنا ويجيبها برضه لمين؟ لنفسه وللناس. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. يقول له طيب قل تمتع بكفرك إنك من أصحاب النار. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه مشركون. يقول احذروا يا أيها المؤمنون إن كنت تنسوا المسبب في كل شيء. أنا لا أمنعكم وبل آمركم أن تأخذوا بالأسباب بس إياكم أن تفتنوا في هذه الإيه في هذه الأسباب. لأن فتنتك في أي سبب وتجعل السبب هو الفاعل يبقى أغفلت معطي الأسباب نفسه. طب ما هي الأسباب عطاء من الله طب أدي بعضها. الله الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك يقول إيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم إنك تدي الحق لغير إيه لغير صاحبه. يبقى ربنا هو اللي عامل وتحاول إنك أنت إيه تقول لا أصلا كنت مجتهد وكنت فاهم وكنت عامل مش عارف إيه وكنت عامل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك اللي احنا بنقول عليه الشرك الخفي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. طيب هتقول أن أصل مش عارف إيه وأصل إيه وتجيب أسباب بشرية بقى. احنا كنا قلنا زمان لما جينا في الأيام حرب أكتوبر وبعدين دخلوا بشعار الله أكبر ودخلوا بقى الدخلة إياها دي كده وربنا نصر ومش عارف إيه. تالت يوم راحت الجرايد بقى الجماعة الأقلام اللي انتوا عارفينها بقى قالت لا ما تقعدوش تخرفهم وتقولوا إنهم شافوا مش عارف إيه وشافوا إيه وتعملوا ده المسألة نصر حضاري لأننا استعدينا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا. نصر حضاري. تاني يوم جت حكاية الإيه السفر. قال له طب نصر حضاري أعدي أفأمنوا أن تأتيهم غاشية. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا إيه يشعر. الغاشية في عمر الدنيا وبلاش عمر الدنيا تيجي الساعة نفسها بقى إيه بغتة. يبقوا بيعملوا إيه بقى في الوقت ده إيه يبقوا يعملوا في الوقت ده. قل هذه سبيلي. قل يا محمد هذه سبيلي. سبيلي أي السبيل هو الطريق والطريق مرة يجيب التذكير ومرة يجي بالتأنيث. هذه سبيلي جاب إنها مؤنثة الطريق. لكن وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه. يبقى إذن السبيل إن أردت به السكة يبقى مؤنث وإن أردت به الطريق يبقى مذكر قد بعضها يعني. قل هذه سبيلي. يبقى السبيل هو الطريق الموصل لغاية. وإلى لقائنا آخر.